ننتقل إلى أسئلة الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر سماحة الشيخ على هذا البحث الطيب. وبعد الحقيقة أنت أثناء سردك للبحث بلغت أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يبلغ كل الصحابة، يعني بعض الصحابة، بس الآية القرآنية تقول من يعني رأي القاصر: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل ما معنى أنه لم يكمل والآية تقول قد أكمل الدين؟ أحسن، شكرا. أبو منه حبيبي؟ أبو محمد جواد بن صالح العرادي. محمد الله يعزك حبيبي. أبو محمد شوف حبيبي، فرق بين تبليغ الألفاظ القرآنية ومعاني القرآن. مهمة النبي صلى الله عليه وآله أبو محمد، مهمة النبي صلى الله عليه وآله مو فقط يتلو عليهم آياته، تلا القرآن على جميع الصحابة الموجودين. زين، هل بين كل المعارف القرآنية وطبقها جميعا أمام الصحابة؟ ما يمدي، ما يمكن، لا يمكن. أنت الآن لو بتفتح الآن القرآن، هو مو ليس لفظ فقط، القرآن كم باطن بلسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7 بطون، وفي رواية 70 باطن، في رواية بعد أعظم، خلنا حين رواية ثالثة، 70 باطن. ما كان يمكن لعمر النبي صلى الله عليه وآله البشري 60 سنة، 63 سنة، ما كان يستوعب أن يبين. لا نتكلم عن عمره، لا نتكلم عن مدة نبوته الفعلية الحركية 23 سنة. زين، من 40 سنة إلى 63 سنة، يعني 23 سنة، ما كان يمدي عمره الرسالي أن يبين كل شيء. لهذا لازم يبين كل شيء بطريقة مو بشرية، بطريقة شنو؟ إلهية. علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 باب من علم. متى يحتضر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين؟ قال ادعوا لي خليلي، موجودة هالرواية حتى في كتب السنة. فقامت الأولى بدعوة أبيها فجاء فأشاح بوجهها، الثانية أشاح بوجهها، فقالوا إنه لا يريد إلا عليا. فجاء علي عليه السلام فدخل معه تحت كسائه 5 لحظات ثم خرج، فقال له: ماذا أسر إليك حبيبك؟ قال: علمني 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب. مو بالطريقة البشرية، أنا ما أحب أستعمل يعني زين يعني ألفاظ عصرية، زين بلوتوث، زين أو بث لاسلكي. تكلم عن شنو؟ بث نوراني، دفعة نورانية من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلب علي عليه السلام، اللي يسمونه التخاطر النوراني. هذا موجود الآن، حتى الآن تخاطر روحي موجود، نقل معلومات من إنسان إلى إنسان آخر. زين، إذن هو أكمل الدين كله، ولكن هل بينه للجميع؟ الواقع يقول لا، ما بين للجميع، ما يمدي. والدليل واقعيا تاريخيا الصحابة أنفسهم كانوا مختلفين في القرآن الكريم، وفي تفسير القرآن الكريم، وفي معاني القرآن الكريم. من هنا أرجع النبي الأمة إلى من؟ إلى أهل البيت، القرآن وعترتي، لأن أنا خليت شنو؟ صح أعطيتكم ألفاظ القرآن، لكن معاني القرآن وين موجودة؟ وإن القرآن يحتاج إلى هاد يهدي به، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي هو الهادي. أحسنت أبو محمد. شكرا سماحة الشيخ. عرفنا أن الشرائع الدينية هي مقدمة للدين الإسلامي، ومن ضمن الشرائع هو الدين المسيحي. والدين المسيحي الإنجيل تحرف إلى 4 أناجيل، وهو إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ رسالة الدين الإسلامي. ما هو السر وما من الله سبحانه وتعالى على أنه تعهد في حفظ رسالة الدين الإسلامي ولم يتعهد بحفظ رسالات الشرائع السابقة، بالرغم بأن جميع الشرائع من عنده سبحانه وتعالى؟ أحسن أحسن. النقطة الأولى، المسيحية بالذات يعني
تحرفت بشكل منظم بشكل مقصود. وأول من حرف دين النصارى إلى الثالوث هو بولس نفسه، هذا بولس اللي يسمونه بولس الرسول، زين، هو يهودي متشدد وأراد أن يحرف المسيحية فيما استطاع، فتلبس بلباس المسيحية ودخل في المسيحية وحرفها. هناك طبعا إنجيل خامس غير الأناجيل الأربعة، أيضا إنجيل برنابا وبعضهم بعد أضاف إنجيل ثالث، زين. إذن جميع الأديان أو الرسائل السماوية والكتب السماوية تحرفت لأن الله عز وجل لم يتعهد بحفظها. أحد الأسرار، أحد الأسرار لكي يبين عظمة ماذا؟ الرسالة الخاتمة. أن الرسالة الخاتمة التي ينتظرها البشرية لا تكون من سنخ ماذا؟ الرسائل السابقة. لما يتحرف الآن الدين اليهودي والجيل المسيحية وتقول احنا بعد بنتحرف، بيتحرف هذا الدين، في ضمانه لو لا؟ نعم، نفس الانجيل ترك لهم ضمانه، قال شنو؟ قال ان نبي بعد عيسى عليه السلام ياتي من خصائص دينه ماذا؟ انه خاتم، من خصائص دينه انه محفوظ الهيا. زين، احد الاسرار مع ان كلها شرائع الهيه، الله عز وجل لو حفظ الشريعه، شنو الشريعة الأولى مثلا حفظها عن التحريف، أولا بيكون شنو؟ بيكون ما حد يقدر، يعني بيكون حفظها بالقصر، بماذا؟ بالشكل الجبري، تمام ولا لا؟ والله عز وجل يريد ماذا؟ يريد أن تدخل البشرية في امتحان، فلا بد يكون هناك اختيار، اختيار. زين، هل الإسلام تحرف أو لم يتحرف؟ نعم تحرف. القرآن تحرف لو ما تحرف؟ نعم تحرف، لكن تحرف التفت مو على المستوى الألفاظي، على مستوى ماذا؟ المعاني. وما تحرف على مستوى المعاني عند كل طبقات المسلمين، لا، هناك طبقة واحدة وهي الفرقة الناجية، وهذا ما يدعيه الشيعة الإمامية. يقول الشيعة الإمامية يقول من خصائص مذهبنا أن القرآن فيه محفوظ ومعانيه بعد محفوظة. محفوظة في أين؟ في مستحفظ بعد مستحفظ، في الإمام المعصوم. زين، الله عز وجل بعد ما تدخل في تحريف القرآن على المستوى المعنوي، لحين ما تدخل، ادخر التصحيح معاني القرآن الكريم إلى خاتم الأوصياء وهو الإمام الحجة المهدي القائم من آل محمد. زين، هناك بعد بالنحو الإعجازي يتجلى لك حفظ القرآن الكريم على مستوى الألفاظ وإنا له لحافظون، وعلى مستوى المعاني وإنا له لحافظون ببيان الإمام المعصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بالإمام الحجة، البعض من أتباع يعني مذهب أهل البيت ينكرون يعني الإمام الحجة، أو ما يفهمون يعني اللي هو فلسفة وجود الإمام الحجة، فضلا عن اللي هو المخالفين لنا في العقيدة. يعني إذا ممكن نبين مثلا كيف يعني وجود الإمام الحجة ويطرح أفكاره في زمننا الحالي، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فتوضيح إنصافا، يعني السؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة. زين، بعض الطبخات ما يمكن تطبخها في دقيقة واحدة، صحيح لا؟ في المطبخ، ما بالك بطبخة فكرية تحتاج إلى مقدمات وكذا. لكن أنا أحاول فقط أن أجيب باختصار. أولا، هذا امتحان صعب حتى على الشيعة، أن يؤمن بإنسان ولد في عام 255 هجرية موجود إلى يومنا الحاضر. يمكن يقول لك نظريا وموروثيا، لكن اطمئنان قلبي، يمكن حتى بعضهم ماذا على المستوى القلبي أو العملي ما يتعامل مع واقع يعيش فيه إمام معصوم. وهذا كلام صحيح، وهذا يحتاج إلى محاضرة أساسا تسليط الضوء على المشكلة أصلا وعلى الإشكالية أصلا. زين،
أنا لست بصدد الدليل الفلسفي الآن، في دليل فلسفي عقائدي يثبت وجود الإمام المعصوم الآن، لابد وجود الإمام المعصوم الآن. هذا يحتاج مني إلى مقدمات كثيرة جدا، بتركه. أكتفي بالدليل القرآني والرواية. دليلين فقط متفق عليهما. هذه الرواية اللي قلتها، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه الرواية موجودة في وين؟ في أصح الصحاح، حتى عند أهل السنة والجماعة. زين، لو كان إمام مهدي مو موجود سوف يولد في المستقبل، المفروض اللي مات من بعد الخلفاء، احنا نقول من بعد الامام العسكري، ونقول من بعد الخلفاء اخر خليفه عباسي المستعصم العباسي، مو المعتصم، المستعصم العباسي، يعني الخلفاء الاربعه 14 من بني اميه 37 من بني عباس، خلاص صار كل اللي مات من بعد تلك الفتره الى اليوم يموت شنو ميتة، مع ان الروايه ما قالت امام زمان او امام الزمان، امام زمانه، هذا معناه كل زمان ليه شنو امام. هذه الرواية نفسها تثبت وجود إمام معصوم مفروض إمام زمان. ثانيا أرجع إلى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نفس هي الآية تثبت وجود الإمام الحجة. شلون؟ إنا نحن نزلنا الذكر، شنو الذكر؟ القرآن. القرآن متكون من شنو؟ من شيء، ألفاظ ومعاني. وإنا له لحافظون، على أي مستوى؟ الألفاظ والمعاني. الله تكفل بحفظ القرآن الكريم في الألفاظ والمعاني. الاثنين شوف اختلف الفقهاء، وش بس الألفاظ ما في دليل، بس المعاني ما في دليل. الاثنين معان، ليش الاثنين معان؟ التفت، خذ قاعدة تفسيرية. إنا نحن نزلنا الذكر القرآن، نزلناه ألفاظ ومعاني، وإنا له بألفاظه ومعاني لحافظه. الألفاظ محفوظة في وين؟ في المصحف، في صدور الناس. المعاني، إذا ما في إمام معصوم يحمل هي المعاني صار القرآن محفوظ أو مو محفوظ بعد؟ مو محفوظ. هذا معنى وإنه ولا يفترق، هذا وإنه ولا يفترق دليل آخر على وجود الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى نستطيع أن نستوعب وجود الإمام المهدي سلام الله نحتاج إلى عناصر متعددة. سؤالك يعني كبير جدا، نحتاج إلى عنصر الأول، عنصر الدليل العقائدي الفكري الفلسفي، العنصر الثاني الدليل الروائي، الدليل القرآني، الدليل الوجداني. الدليل الوجداني أن تشعر بوجود الإمام، هذا يحتاج إلى بعد أمور كثيرة حتى نشحن فيها الوجدان، حتى نستطيع أن نشعر بوجود الإمام. هذه معضلة على كل حال، زين، لابد أن يسلط عليها الضوء حقيقة وواقعا. أسئلة من المشاهدين، ما هي علاقة الخاتمية بمسألة الوحدة الإسلامية؟ جميل جدا. خب، أساسا أقول خاتمية الإسلام ما تدعونا إلى الوحدة الإسلامية، تدعونا إلى الوحدة البشرية أصلاً كافة للناس، اللي عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام، إما نظير لك إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. بل مشروع الإمام المهدي سلام الله عليه مو الوحدة الإسلامية، عولمة الدين، عولمة التوحيد، عولمة الحقيقة الإلهية. لاحظ الله، فالخاتمية تدعو، هذا ما معناته الزهراء عليها السلام، إمامتنا أمان الملة من الفرقة، نظام للملة وأمان من الفرقة، أمان من الفرقة، أمان لمن هو من الفرقة؟ الشيعة؟ مسلمين؟ ها؟ بشرية. هذا سؤال أيضا قيم مهم جدا. إذن الخاتمية تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى الوحدة الشيعية في داخل الصف الشيعي، تدعو إلى يعني عدم جعل المرجعيات ماذا؟ أحزاب ومذاهب، كما النزاعات الموجودة للأسف الشديد، وتدعو إلى الوحدة الإسلامية كلمة التوحيد، وتدعو إلى ماذا؟ كلمة السواء بيننا وبين ماذا؟ أتباع الأديان
السماوية الأخرى وتدعو إلى الوحدة البشرية. هذا الطريق الصحيح. ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. وين أمة جده صلى الله عليه وسلم؟ ليكن أمة جده يعني الحجاز والشام ولا أمة جده الناس كافة. إذن نعم نعم. إذن الخاتمية تدعو إلى الوحدة بكل. هل نجزم قطعا بانتهاء التشريع بلحاظ مسألة الخاتمية؟ طبعا طبعا طبعا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، احنا ما نشوف هذا التشريع وسعة هذا التشريع لاننا حرمنا من وجود الامام مهدي سلام الله عليه. خوي اذا خرج الامام مهدي عليه السلام زين سوف يخرج الشريعة الحقة. بعد ما في اجتهادات وما في زين يمكن وما يمكن وكذا، كل ما هو واقع في ماذا؟ في الحكم الإلهي يخرجه الإمام، وهو موجود في القرآن الكريم تبيان لكل شيء. ذكرتم أن وجود المعصومين هو استمرار لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله والشرائع السماوية. السؤال، كيف نبرر اتصال الشرائع السماوية في ظل غياب المعصوم؟ كيف نبرهن؟ كيف نبرر اتصال الشرائع السماوية في ظل غياب المعصوم؟ ما أدري يعني مو واضح السؤال، لكن أنا أجاوب يعني بما فهم. طبعا القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما إحنا يعني عبارة الأديان السماوية عبارة مدقيقة، لأن عندنا دين واحد زين، وإنما الذي يختلف دين عندنا عقيدة واحدة، حتى أصول الشريعة موجودة في جميع الشرائع. يعني الصلاة مسمى الصلاة موجود في كل الأديان لا؟ نعم، هذا صلاة تختلف عن صلاتنا في ماذا؟ في الركعات، في كذا، في طريقة الصلاة، لكن هي صلاة. الصوم كما كتب على الذين من قبل. أصول الواجبات وأصول الحلال وأصول الحرام موجود في كل والعقائد، يعني هذه الأمور، التوحيد، النبوة، المعاد زين. وكل نبي يأتي مصدق لما بين يديه ومن قبله، هذا الدليل. حتى النبي عيسى عليه السلام آخر نبي زين قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه. وهذا موجود، موجود حتى في الأناجيل زين، خصوصا إنجيل برنابا، لأنه في الأناجيل حاولوا ماذا؟ أن يحرفوه. إذن جميع هذه الشرائع الناظر في دقتها يستطيع أن يعرف أن مصدرها واحد، وأنها منبع واحد، وأن جميع الأنبياء هم عبارة عن ماذا؟ عن خط واحد، كما عبر السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، لو اجتمع جميع الأنبياء في مكان واحد لما اختلفوا زين. وبالتالي شريعة مثل هذه الشريعة وضخامة هذه الشريعة الإسلامية لابد تحتاج 124 ألف نبي جاءوا لكي يمهلوا لها، لازم تحتاج إلى ضمانة. مو يطلع هالشكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرهم شورى بينهم، ويا أمرهم شورى بينهم، هل يعرفون الشورى شنو معنى الشورى أساسا؟ مجتمع قبلي جاهل قائم على القبلية وعلى النزاعات، تترك له أمرهم، مو وجعلناها وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا أمرهم شورى بينهم، أما أمرنا إحنا لا، مو لكم أنتم، نحن الله الجاعل سبحانه وتعالى. فهناك اتصال زين بين الشرائع. ولهذا تذكر جميع المصادر أن النبي عيسى عليه السلام يصلي خلف الإمام مهدي سلام. شنو معنى ذلك؟ يعني معنى أنه يدعو جميع المسيحيين للإسلام لتبعه، مو يقول لك أنا ضال على مسيحيتي، لا، أنتم تنتظرون السيد المسيح أكبر الآن شريحة مضادة للإسلام شنو؟ المسيحية، المسيحية متصهينة، المسيحية استكبارية زين. يقول لهم أنا شنو؟ أنا أصلي خلفها. وهذا موجود عند جميع يعني موجود في كتب المسلمين، وهذا دليل صارخ جدا على اتحاد زين المنظومة في مسير واحد. سؤال أخير من الجمهور. سماحة الشيخ، أشكر البداية على هذا الطرح المميز والجميل. السؤال، في سورة الجمعة الآية 2
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأمية هل تعني أنه لا يعرف القراءة والكتابة ولا يجيدها، وبالتالي كيف يعلم الأميين، كيف يعلم من لا يعرف؟ جميل جميل جدا. قاعدة أساسية، الأشياء تعرف بأضدادها. كيف نعرف البارد بوجود الحار، الأبيض بوجود الأسود؟ إحنا في تعارفاتنا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هل القرآن الكريم استعمل كلمة الأمي بهذا المعنى؟ لما ترجع القرآن الكريم في آيتين في سورة الأعراف على ما أتصور، تبين لك أن الأمية في المعنى القرآني، الأمي معناه لا يهودي ولا نصراني، هذا معنى الأمي في المصطلح القرآني، معناه الذي ليس بمسيحي وليس بماذا؟ وليس بيهودي. لاحظ هذه الآية مثلا في سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، قال عمران لا رقم 20، إذن الأميون هم الذين ليسوا من أتباع المسيح والنصرانية، يعني من العرب الجزيرة العربية، كل من في الأرض آنذاك أساسا ماذا؟ أيضا يصطلح عليه. في آية أخرى في سورة آل عمران 75، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، إلى أن تقول بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، سواء كان يعرف يقرأ ويكتب لو ما يعرف يقرأ ويكتب الأمي. زين، هل النبي صلى الله عليه وآله، أنا وجهة نظري وعندي بحث في ذلك يعني متواضع، وإن كان يعني بعض الشيعة أيضا يعني يذهب إلى خلاف ذلك يعني، لكن بأدلة خاصة يعني 6 أدلة يعني مقتنع بها، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن أميا بمعنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة. بس ما فيها يقول ولا تخطه بين، لا لا لا، هذه فيها أربع ملاحظات تأملية، ما فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله ما يعرف القراءة والكتابة. ولكن أنا خليت أحد الخيارات في هذه الليلة يمكن بحث الأمية، عدل ولا زين، كان طرحته يعني حتى بعد لا تحترق جميع الأوراق الآن زين، ونسوي محاضرة أخرى الحين، ولكن أقول زين هذه الآية ما فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب. 48 من سورة العنكبوت، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. 4 ملاحظات فيها، أساسا لا دليل واحد فيها على أن النبي ما يعرف يقرأ ويكتب. يمكن ترجعون إلى المحاضرة موجودة في اليوتيوب، حقيقة أمية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير، في جواب الإمام الجواد عليه السلام أيضا الإمام باقر عليه السلام، كيف يعلمهم الكتاب وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب؟ تقبل أن النبي صلى الله عليه الذي هو أعظم مخلوق في عالم الوجود تكتب له حرف ألف ما يعرف يقرأ؟ سؤال جدا يعني كبير جدا من الأستاذ، طبعا ما أقدر الحين أخوض فيه، يحتاج إلى زين، ولكن نرجعوا إلى المحاضرة في موجود في اليوتيوب، حقيقة أمية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيها تفاصيل كثيرة جدا إن شاء الله. وإلا شوف هذا الدليل الآن موجود، لما عرج بي إلى السماء، موجود في كتب الفريقين، رأيت على باب الجنة مكتوبا أحي، قولوا ما يحفظ قلوا يكتب، موجود في ابن حجر وموجود في زين مكتوبا الحسين مصباح، لا محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على باغضهم لعنة الله، موجود حتى في كتب كتاب ابن حجر مثلا. تفضل استاذ. شكرا سماحة الشيخ على الإطلالة الفكرية. أشير بس إذا جاز لي التعليق بالنسبة إلى السؤال الأول للأخ جوال أبو محمد،
حول مسألة المعارف اللي جت عليها، أنه الرسول أو الأئمة ما كانوا يمكن عندهم الصحابة اللي يستوعبون بعض العلوم. الإمام علي كان يشير إلى صدره ويقول إنها هنا لعلما جمع لو أصبت له حملا، وأيضا يقول سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها. الأئمة كذلك تباعا كانوا يخبرون أصحابهم بعض العلوم، مثل الإمام الصادق لما نحصل ناس مؤهلين في الكيمياء أو في بعض العلوم، أو الأئمة يجيبون بعض اللي يجونهم يسألونهم من الروم أو من الهند في علوم معينة. بس إضافة بسيطة إذا جاز لي التعليق. سؤالي حول المحور الأول اللي يتعلق في مسألة مسألة الرسل الشرائع. أنت أشرت بحسب القرآن الكريم بأنه إن الدين عند الله الإسلام، ولكن الشرائع الأنبياء كانت مختلفة ومتعدد، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. إلا أنه في مسألة، أنه أنا سؤالي ما هي القواسم المشتركة في هذه الشرائع؟ لما أتكلم عن مكارم الأخلاق أو مثلا تحريم الموبقات أو عقيدة التوحيد، لو باختصار إضاءة على هذه المسألة. طبعاً ما نقدر أن نسلط ضوء على جميع جميع القواسم المشتركة، ولكن أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره. توحيد، مسألة التوحيد قاسم مشترك الآن في أي مستوى؟ في مستوى العقائد الحين، فكر الآن. بعد مسألة النبوات، مسألة المعاد، مسألة وجود خلفاء لكل نبي أساسا ووصي لكل نبي، هذا من المشتركات أساسا. كل نبي كان عنده وصي. نعم 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 نعم. مسألة المصلح المنتظر، هذا قاسم مشترك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. إذا مستوى العقائد جميع الأصول موجودة. زين، مستوى الأخلاق كل الفضائل متفق عليها، أصول الفضائل. مستوى الشرائع هذه أصول المحرمات متفق عليها، وأصول الواجبات أيضا متفق عليها، مسألة الحج، مسألة الصوم، مسألة الصلاة، زين، مسألة الزكاة، يعني الصدقات وما شابه ذلك، هذه أصول مشتركة. نعم، طريقة الصلاة، طريقة الصوم تختلف من شريعة لشريعة، طريقة الحج، زين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.